حيسن داخل بيحاول يعدي بيحاول يعدي ويلعب كرة ناحية يوسف خميس عرضية على رأس ماجد على رأس ماجد عبد الله الهدف الرابع الهدف النصراوي الرابع شوف ماجد عبد الله تمركز سليم من ماجد وكرة ملعوبة كرة ملعوبة كرة ملعوبة من ناحية الشمال من يوسف خميس 32 من الشوط الثاني شوف يوسف شوف يوسف.